هو الهيئة الأمنية لمضاعفة الجهود للوقوف بالمرصاد للعابثين بثروة البلاد وبقوة الشعب وبإيقاف كل مشتبه به بالتنسيق مع النيابة العمومية ليتم كل شيء طبقا للقانون وفي ظل أذون قضائية مثلما تقتضيها الإجراءات وذلك ضد كل من يثبت تعمده تدرم النار عمدا بالغابات أو بالمحاصيل الزراعية وأيضا يشمل الأمر كل من تسبب نتيجة إهماله والتقصير لأنه من المعلوم أن القانون الجزائي رادع يتضمن نصوصا كافية للردع ردعا كبيرا بخصوص جرائم الحرب.